اعمل علي وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم سينا بزينة القرآن واكرنا بكرامة القرآن والبسنا بخلات القرآن وافنا من كل بلاء الدنيا واصحاب الآخرة برمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. ألم يجعل القرآن لنا في دنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أهدنا بهداية القرآن وافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بسماعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزان وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع ربة وبكل سمن صنع. اللهم ارزقنا بالأليف ألفة وبالباء بركة وبتاء توبة وبثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلالا وبدال دنوا وبسال سكان وبراء رحمة وبساي سلفة وبسين سنان وبشين شفاء وبصال سلخا وبدال ديان وبتاء تهالة وبساي زبرا وبالعين علما وبالقين خنان وبالفاح فلان وبالقاف قربة وبكاف كفاية وبالله